داري ما كان أعداء أهل البيت مستعدين دائماً للاستجابة الفورية لإغراءات السلطة والمال والملذات، ومن ثم ارتكاب كل أنواع الجرائم من أجل ذلك، فإن أهل البيت كانوا على النقيض منهم مستعدين دائماً للاستجابة الفورية لمتطلبات قيم الدين والتضحية بكل غال ورخيص في سبيلها. ثورة الحسين وضعت جميع المسلمين أمام خيارات ثلاث، فإما أن يؤدوا دور الحسين، وإما أن يؤدوا دور زينب، وإلا فسوف يتورطون في أداء دور يزيد. كان الحسين يقصد الكوفة وهو يعرف أنه يقتل في كربلاء لكي يعلمنا أن الحياة هي دار مجاز وليست بدار قرار، وأن الحياة رحلة دائمة وليست ميناء للوصول، وأن المطلوب أن تتحمل المسؤوليات لا أن تحقق مبتغاك. لقد حارب الحسين عليه السلام سلطان السلطة بعد أن تخلص من سلطة السلطان. عدو الدين اثنان، الكفر والنفاق، ولقد هزم النبي الكفر في فتح مكة، وهزم الحسين النفاق في كربلاء، فاكتمل بذلك الدين. وهذا ربما من معاني كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. الحسين عليه السلام مشروع الله عز وجل الكامل، فهو المنهج وهو الراية وهو الوسيلة وهو الهدف وهو الطريقة وهو الغاية وهو البداية وهو النهاية